السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم هدف ملهم بابولي في الدوري الكندي الممتاز، مثل ما قلنا لكم بالفيديو اللي سجلناه لملهم بابولي، لهدف ملهم بابولي قبل ايام فقط. انتظروا الفيديوهات القادمة، راح ملهم بابولي يتألق لانه بلش الدوري الكندي الممتاز. وفي الجولة هذه الثالثة التي اقيمت امس، ملهم بابولي سجل هدف جميل جدا 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 من خلال ركلة حرة أسكنها في الزاوية 90. خلونا نشوف هدف ملهم بابولي سوية، ولكن قبل ما نشوف الهدف أنا الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حارس نادي الخصم أتلتيكو أوتاوا يضبط الحائط الصد، ولكن ملهم بابولي يركز على الكرة، وشاهد شلون راح يحطها بشكل جميل جدا. طبعا المباراة انتهت 1-0 لصالح نادي يورك سيتي، نادي ملهم بابولي بفضل هدف ملهم بابولي الجميل هذا اللي سجله على نادي أتلتيكو أوتاوا في الدوري الكندي الممتاز. قلنا لكم طولوا بالكم، راح تكون هنالك فيديوهات قادمة كثيرة لتألق ملهم بابولي لأنه بلش الدوري الكندي الممتاز. طبعا حاليا الدوري الكندي في الجولة الثالثة لإله، نادي يورك سيتي اللي يلعب في ملهم بابولي في المركز الرابع بثلاثة نقاط، أما المتصدر لديه 5 نقاط. وما يلزم حاليا نتكلم عن الأول والثاني والثالث والأول لأنه الدوري لساته 3 جولات مبلشة ولسه ما بين شيء. بس والله هذا كان فيديو اليوم، بالتوفيق لملهم بابولي. لا تنسى لايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.